رح تكون معنا أخصائية التغذية رند الديسي عبر سكايب، وحديث اليوم عن القهوة والإكثار في شرب القهوة. صباح الخير رند. صباح الورد هيثم. رند، يعني أكيد في وقت الحجر الصحي بجوز الأشخاص بصيروا يشربوا منبهات أكثر، وخصوصا مع لخبطة النوم. يعني في كثير ناس هلأ عم تسهر يعني طول الليل وتنام فترات النهار، فأكيد في زيادة في استخدام القهوة. احكي لنا، هل الزيادة مضرة أم نافعة، وشو هي الكميات المسموح فيها؟ صحيح. هلا موضوعنا اليوم هيثم رح يكون عن الكافيين وزيادة استهلاكنا للكافيين، وخاصة بهاي الفترة الحرجة. ومثل ما حكيت، لأنه عن جد عم يتغير الروتين، كمان يعني فراغ الشخص بأوقات الصباح بخليه يميل إنه يشرب زيادة قهوة أو شاي أو منبهات. فاليوم رح نحكي عن الفوائد الغذائية للكافيين، وخلينا نركز على كلمة فوائد غذائية للقهوة. بالإضافة رح نحكي عن زيادة استهلاكنا للكافيين والمنبهات، شو ممكن يكون له أضرار، وخاصة بهاي الفترة الحرجة. هلا بشكل عام، الكافيين والقهوة بتحتوي على العديد من المواد الفعالة، وهي اكشلي بتعتبر مصدر رئيسي وهام للمضادات الأكسدة اللي بتكون موجودة عندنا بالغذاء. حتى بالعديد من الأشخاص اللي في عندهم نقص في استهلاكهم للفواكه والخضروات، القهوة بتعتبر المصدر الهام والرئيسي لمضادات الأكسدة اللي بتعود بالفائدة على مشاكل السكر، مشاكل القلب، وحتى أمراض الكبد، فهي لها فوائد غذائية عديدة. هلا النسب الطبيعية اللي احنا بنقدر نستهلكها من الكافيين يوميا هي تتراوح ما بين 50 ملي جرام الى 400 ملي جرام باليوم الواحد. اوكي، قبل كنا دائما نحكي عن 200 الى 300، ولكن هلا دراسات جديدة عم تحكي عن نسب اكثر من الكافيين، وعم ترتفع ل 400 ملي جرام، وعم تحكي كمان عن هاي الفوائد الموجودة فيها. إذا بدنا نعرف شو يعني 400 ملي جرام، أو كيف نحن بنقدر نمثل استهلاكنا اليومي من القهوة، فهي ممكن تعادل 5 فناجين من الإسبرسو اللي هي القهوة الأمريكية المركزة، 4 إلى 7 فناجين من القهوة الأمريكية، أو 5 علب من مشروبات الطاقة. رح يبين هلأ معنا هيثم على الهواء صورة بتوضح لي نسب الكافيين الموجودة بالمشروبات المختلفة اللي إحنا بنتناولها. نعم رند، خلينا بعد إذنكم ناخذ هاي الصورة. نعم، خلينا ناخذ هاي الصورة على أساس نشرح عنها أكثر. 100%. هلا بهاي الصورة هيثم رح يبين لي قديش أنا باخذ كافيين باليوم، وقديش هي النسب المسموحة اللي أنا باخذها. فرح نشوف إنه أقل نسب من الكافيين بتكون بالشاي، ترتفع أكثر لحتى ما تكون بالقهوة الإسبرسو، بعدين أكثر منها بيكون مشروبات الغازية، بعدين بنشوف إنه الشاي الأحمر فيه نسب عالية جدا على فكرة من الكافيين، فخلينا ننتبه منه. مشروبات الطاقة بالإضافة للقهوة سريعة الذوبان فيها نسب عالية، ولكن أعلى نسب هي بالقهوة الأمريكية المفلترة، وبنشوف أقل منها هي القهوة التركية اللي إحنا متعودين عليها أكثر. فبنشوف إنه النسب بتتراوح ما بين تقريبا 3 ملي جرام للقهوة منزوعة الكافيين إلى 95 ملي جرام بالقهوة المفلترة. فعشان هيك إحنا ما بنقدر نعطي بشكل عام وصاية للأشخاص إنه أنت بتقدر تأخذ 4 إلى 5 أكواب أو 6 إلى 7 أكواب أو شو ما كانت التوصية، لأنه نسب الكافيين اللي بتحتويها أنواع مختلفة من القهوة هي متغيرة، وكمان بنفس الوقت بتعتمد على استيعاب الشخص للكافيين. فهلأ الحد الأعلى إحنا دائما نوصي فيه باليوم إنه نحنا ما نزيد عن 4 أكواب أو 4 فناجين، إن كان من الشاي، من القهوة، من القهوة الأمريكية سريعة الذوبان، أو من القهوة التركية. نعم رند. نعم. طب رند، شو الأضرار اللي ممكن إنه تصيبنا في حال شرب أو في حال شرب عفواً أو أخذ كميات عالية من الكافيين؟ تمام، هلا هذا اللي رح نحكي فيه هيثم. هلا بشكل عام الاشخاص بتميل الى افراط في زياده باستهلاك الكافيين بسبب اول شيء العطله، وكمان شغله مهمه لازم ننتبه لها انه احنا مقبلين على شهر رمضان الفضيل، فهاي افضل فرصه انه نحن نستغلها لحتى نبلش انه نحن نخفف من استهلاكنا للكافيين تدريجيا، عشان نشيل الاعراض الجانبيه اللي ممكن تحصل مع الشخص عند زياده استهلاك الكافيين، وهي بتشمل ولكن مش لا تقتصر على بس هاي الاعراض. من ضمن هاي الاعراض اول شيء بصير في عندي قله في الراحه، فاحنا اوريدي هلا بهاي الفتره في عندي تغيير في الروتين، ولكن هاي بتكون مقرونه مع اكثر قله بالراحه. بصير اشخاص عندهم زياده بالقلق، واحنا اوريدي قلقانين بهاي الفتره، فزياده استهلاك الكافيين بتزيد من القلق. كمان بتؤدي الى الدوخه في بعض الحالات، اوجاع بالمعده، صعوبه بالتركيز، وزياده في عدد طرقات القلب.
فبهاي الحالات احنا يفضل انه احنا نعرف انه جسمي عم بيعطيني مؤشر انه انت عم تستهلك كافيين زياده، خلينا ننتبه من هذا الكافيين ونبلش نقلله تدريجيا. صحيح له فوائد غذائيه عديده وهلا رح نحكي عنها، ولكن زياده استهلاكنا للكافيين اولا تعتبر ضاره للقلق، لدقات القلب، لصعوبه التركيز واوجاع المعده، وثانيا هي تختلف من شخص للثاني. هلا في عندي اختلاف كبير ما بين شخص بقول لك انا بقدر اشرب فنجان قهوه وبروح بنام، والشخص الثاني بقول لك انا لو شربت فنجان قهوه على الساعه 11 الصبح بضلني للساعه 9 او 10 بالليل مش قادر انه يجيني النعاس او الشعور بالرغبه بالنوم. هلا هذا الشيء بيعتمد على قدره تحمل الاشخاص للكافيين بسبب الجينات اللي بتاثر على الانزيمات اللي بتعمل على تكسير الكافيين بالكبد، وبنفس الوقت في عندي مستقبلات موجوده بالدماغ بتتاثر بالكافيين. كل ما كان عندي هاي المستقبلات حساسة أكثر، كل ما جيناتي كانت حساسة أكثر، كل ما أنا ما بقدر أتقبل الكافيين أكثر والأعراض بتظهر عندي بنسب استهلاك كافيين أقل. كل ما كان عندي مستقبلات أقل موجودة بالدماغ بتكون حساسة للكافيين، بالإضافة أنه بيكون في عندي نسب الجينات عالية اللي بتنتج الإنزيمات اللي بتعمل على التخلص من الكافيين بالكبد، كل ما بيكون التحمل عندي بالكافيين يعتبر أكبر. نعم رند، ذكرتي انه هناك فوائد غذائيه للكافيين، فممكن تحكي لنا ايش هم؟ تمام. هلا القهوه بتاثر على الصحه بشكل رئيسي، هو القهوه اكثر من الكافيين شو اسمه هيثم، والسبب الرئيسي انه في دراسه على 400 الف شخص اثبتت انه القهوه باحتمالها انها تزيد من عمر الشخص، بنفس الوقت تحمي من المشاكل المتعدده. من اهم هاي المشاكل لما احنا نتطلع عليها بيكون في عندي السكر من النوع الثاني، تليف الكبد، سرطان الكبد، الزهايمر، شلل الرعاش، بالإضافة للاكتئاب، كلهم بقلوا مع زيادة استهلاكنا للكافيين. فإله فوائد غذائية عديدة، والقهوة بالأخص إلها فوائد غذائية عديدة وخاصة للأشخاص اللي عم بيعانوا من هاي المشاكل. هلأ ما عدا شغلة مهمة إنه هن الأشخاص اللي كان عندهم شلل الرعاش واللي هو نحن بنسميه الباركنسونز ديزيز، هذول الأشخاص للأسف كانوا بس عم يستفيدوا من القهوة اللي بتحتوي على الكافيين، فكانت المنزوعة الكافيين ما إلها فائدة غذائية عليهم. فأنتجت هاي الدراسة يعني زي جنرال جايدلاينز إنه الأشخاص لازم تستهلك ما بين 4 إلى 5 أكواب من القهوة يوميا لياخذوا هاي الفائدة الغذائية. ولكن أنا دائما بذكر إنه الدراسات في بعض الحالات بيكون في عندي أسباب غير موصولة للدراسة ولكن بتعمل بشكل رئيسي على التأثير على النتائج، ونحن بنسميهم الكونفاوندينج فاكتورز، فخلينا ننتبه لهذا الإشي. بالإضافة إنه ما عندي توصية خاصة لكل شخص لأنه كل شخص تحمله لنسب الكافيين والقهوة اللي بيقدر يتناولها يوميا تعتبر مختلفة تماما. نعم رند، هل هناك بدائل مثلا للكافيين من مواد غذائية أخرى غير القهوة ممكن تكون يعني أثرها أفضل على أجسامنا؟ أوكي. هلا عادة القهوة هي أعلى نسب مضادات أكسدة بالإضافة للشاي إذا بدنا نحكي من فائدة غذائية، وكمان الكاكاو اللي هو الكوكو بيز. فهاي الأغذية تعتبر الأعلى من ناحية مضادات الأكسدة. إذا نحن بدنا نلاقي بدائل تعطيني نفس الفائدة الغذائية ولكن ما تعطيني القلق، التوتر، الارتباك، أوجاع المعدة، فنحن بنقدر نلجأ للقهوة خالية من الكافيين. وهون رح نحكي عن دور المرأة الحامل كمان هيثم باستهلاكها للقهوة، واللي إنه إحنا بيفضل إنه بهاي الحالات الحمل إنه نحن نبتعد عن مصادر الكافيين تماما إذا أمكن. إذا ما أمكن فنحن بنقدر ناخذ ما يعادل 100 إلى 200 ملي جرام من الكافيين يوميا، اللي هو تقريبا كوب إلى كوبين من القهوة. فبشكل عام إذا بنحكي عن الأشخاص اللي رح تستفيد أكثر من القهوة الخالية من الكافيين هن الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة ولكن للأسف بيعانوا من حساسية كبيرة للكافيين، أو المرأة الحامل لأنه بحالات الحمل الكافيين عنده القدرة على أنه يتخطى الحاجز اللي ما بين جسم الأم الحامل والجنين، فهو بيقدر يمرق بالبلاسنتا والبلد بارير فبيوصل للجنين، وللأسف كبد الجنين ما عنده الإنزيمات الكافية على التعامل مع الكافيين اللي بيجي من القهوة اللي الأم بتستهلكها. فبهاي الحالات للأسف زيادة استهلاك الكافيين خلال فترة الحمل ممكن أولا أنه يزيد من خطر فقدان الجنين، فإحنا بيصير في عندي تيلبرت، أو بيكون في عندي خطر الولادة المبكرة، وكمان بيكون في عندي خطر أنه الطفل بينولد بأوزان أقل من الطبيعية واللي هو لو بيرث ويت. فبهاي الحالات نصائح عامة للمرأة الحامل إما الامتناع التام عن الكافيين، أو أنه نحن بنقدر ناخذ القهوة المنزوعة الكافيين اللي هي تعتبر بديل أفضل،
او الحد الاعلى انها هي تاخذ من 100 الى 200 ملي جرام من الكافيين يوميا، واللي هو بيعادل كوب الى كوبين خلال النهار. نعم رند الديسي اخصائيه التغذيه، شكرا جزيلا لك. شكرا لك، السلامه.